تذكروا السم of an arithmetic series S arithmetic series بيساوي N في N plus 1 على 2 أوكي؟ okay. إذا كان السيريز طبعا هاي 1 2 3 4 لحد N إذا بدي أجمع هاي السيريز يعني إذا بدك تحطها هون هاي sum of I من I بتساوي 1 إلى N هاي مظبوط أوكي okay. الكل عارف وين جبناها اشتقيناها المرة الماضية N في N plus 1 على 2 إذا هذا هلا لو بدنا ناخذه من هون راح يكون عندي مجموع إذا sum of T I stops من I بتساوي 1 إلى S تساوي هلا بدي أجمعهم لازم أضربهم في الباسنجرز أحسن لأن كل واحدة بتنطبق على باسنجر P على S ولا كلهم بتنطبقوا على P على S إذا جمعنا هدول بس بدنا نضربهم بس نضربهم في P على S بس مش هيك؟ هلا خلينا نشوف هلا المفروض انه شغلنا مظبوط بالهذا بدي اجمع كل هدول السي فبدي اخذ سي زائد 2 سي زائد 3 سي زائد 4 سي لحد ما اوصل اس سي مظبوط هلا اذا بدي اجمع بدي اطلع الافرج ويتنج تايم المفروض اضرب كل وحده من هدول في بي على اس واقسم الكل على 1 على بي فراح اقسم هون 1 على بي لانه هم عدد الباسنجرز بي مظبوط وكل وحده من هدول بدي اضربها في بي على اس هلا اظن هو بياثرش بس انا احسن حتى اكون مطمئن هون شو عملت هون قلت انه تي اي اس في المره الاولى بتنطبق على بي على اس وفي المره الثانيه بتنطبق على بي على اس مزبوط والثالثه بي على اس لكن انا الافرج ما بدي اطلعه بير ستوب بدي اطلعه بير باسنجر فبضرب 1 على بي لاحظوا هلا 1 على بي بتشطب مع بي اللي فبصير عندي هلا هدول هلا هاي بما انه فيش فيها اي بقدر اطلع البي على اس برا مش هيك وبتشطب بي مع بي بتصير 1 على اس فبصير هدول كلهم راح اضربهم في 1 على S واعمل summation لسي انا عمالي بعمل summation لسي فسي مضروبه في summation of I من 1 الى S مضبوط هيك المعادله هذا الجزء بس اللي هو الجزء الاول هون راح يطلع لك يعني هذا هو عباره عن A T T N هذا الافرج ترافلينج تايم للباسنجر اللي سببه الكينماتكس والدور سايكل فصار عندي هلا 1 على S وعندي هون C طبعا السميشن لاي من 1 على اس راح تعطيني اس في اس بلس 1 على 2 اس بتشطب مع اس من هون بصير عندي اس بلس 1 على 2 مضروبه في سي بس سي ايش كانت؟ اللي هي كل هاي مش هيك تي اس تي اس زائد الزمن هذا حتى انتقل حطها كلها كامله من هون عندي اتش على اس هلا لاحظوا هون في عندي شيء بقدر اختصره او ابسطه شوي هذه هون عفوا هاي لازم تكون دي اف على في هاي الفي هون ندخل الفي هون واشطبها من هون صار عندي في عندي هون دي اف على في مضروب في اتش على اس وعندي هون دي اف على في لحاله مضروب في ناقص واحد مش بقدر اجمع التيرمز المضروبين في دي اف على في شو بصيروا؟ اتش على اس ناقص واحد فبصير عندي اتش على اس ناقص واحد مضروب في دي اف على في زائد راح اخلي هاي زي ما هي اللي هي تي اف تي اف اللي هي دي اف على في في على اي زائد اي على جي اللي هي الزمن حتى قطع طابع واحد وبعدين اخر شيء عندي تي دي او زائد تي دي سي ايش في عندنا اختصارات ثانيه ممكن نختصر شيء ثاني اس بلس 1 مضبوط هون اتش على اس ماينس 1 خلص راح اخليها بالشكل هذا اللي موجود هون اذا هذه اللي هي اي تي تي